بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح درس المفعول به وعلامات إعرابه. أولا تعالوا نتذكر مع بعض الجملة الفعلية بتتكون من إيه. الجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين، الفعل والفاعل، دول الركنين الأساسيين في الجملة. زي يذاكر الطالب، يذاكر ده فعل والطالب هو الفاعل. طب إيه هو المفعول به؟ المفعول به هو من أو ما وقع عليه فعل الفاعل. طب ليه قلنا من وليه قلنا ما؟ من دي للحديث عن العاقل، وما للحديث عن غير العاقل. يعني ممكن يكون المفعول به عندي في الجملة عاقل أو غير عاقل، المهم إنه يقع عليه فعل الفاعل. زي ما أقول يذاكر الطالب الدرس، يذاكر ده فعل والطالب فاعل. طب الطالب ذاكر، ذاكر ايه؟ ايه اللي وقع عليه فعل المذاكرة؟ كلمة الدرس، فكلمة الدرس تكون مفعول، وزي ما انتم ملاحظين معايا ان كلمة الدرس غير عاقل. طب بالنسبة لإعراب المفعول، ينصب المفعول به دائما وعلامة نصبه الفتحة، ده لو كان مفرد أو جمع تكسير، والياء لو كان مثنى أو جمع مذكر سالم، والكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. طيب الأمثلة هي اللي هتوضح كل الأمور، تعالوا نشوف الأمثلة مع بعض. الجملة الأولى ذاكر الطالب الدرس، طبعا زي ما احنا شفنا ذاكر فعل والطالب فاعل. ذاكر إيه؟ إيه اللي وقع عليه فعل المذاكرة؟ كلمة الدرس، فطبعا الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. الجملة الثانية رأيت العمال في المصنع، أنا شفت مين؟ شفت العمال، يعني العمال هم اللي وقع عليهم فعل الرؤية مني، فالعمال هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. وبرضو زي ما أقول قابلت الطالبين الفائزين في المسابقة، هنا أنا قابلت مين؟ اتنين طلبة طالبين، فكلمة الطالبين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، هو اللي وقع عليه فعل المقابلة مني. وزي ما أقول شاهدت اللاعبين يلعبون بمهارة، فعل المشاهدة حصل مني وقع على اللاعبين، فاللاعبين هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. لما أقول يجب أن نمارس الرياضات المفيدة، هنا الممارسة بتاعتنا احنا هتكون للرياضات، فكلمة الرياضات هي اللي وقع عليها الفعل، فهي مفعول به منصوب بس علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وأقول مارسوا الهوايات النافعة، مارسوا ده فعل وفاعل، تمارسوا إيه؟ الهوايات، فالهوايات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طب تعالوا ناخد تدريبات عشان نقيس مدى فهمنا للدرس. استخرج المفعول به من كل جملة مما يأتي وأعربه. الجملة الأولى أقرأ الكتب المفيدة، طبعا هنا كلمة الكتب هي المفعول به، أقرأ ده فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أقرأ أنا، أقرأ إيه؟ الكتب، فالكتب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الجملة الثانية أعمل الطاعات، أعمل الطاعات، أعمل ده فعل، مين اللي بيعمل؟ أنا، الطاعات دي مفعول به، طبعا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. التدريب الثاني حول الجملة الاسمية لجملة فعلية واستخرج المفعول به واعربه. هتجيلي جمل اسمية هحولها لجمل فعلية، وبعد ما احولها استخرج المفعول به واعربه. الجملة الاولى الحقل يزرعه الفلاح، طبعا دي جملة اسمية بدأ باسم زي ما احنا شايفين كلمة الحقل. لما اجي بقى احولها لجملة فعلية اجيب الفعل مكان الاسم، فأقول يزرع الفلاح الحقل، يزرع الفلاح الحقل، بقت فعل وفاعل ومفعول، فين المفعول؟ الحقل طبعا، مظبوط، الحقل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كده نكون انتهينا من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن يجعلني من النافعين وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.